أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن حماية مكتسبات الوطن باستدامة الأمن شرف وواجب لمواصلة منجزات المسيرات الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مثمنا سموه تفاني منتسبي الأمن في جميع المواقع لصون عزة وتقدم الوطن بروح عالية من المسؤولية والالتزام والاحترافية. نعم فاطمة، جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله برعاية حفل تخريج الدفعة التاسعة للتلاميذ العسكريين بالأكاديمية الملكية للشرطة، حيث أشار سموه حفظه الله إلى أن الجهود الحثيثة التي يقدمها منتسبو وزارة الداخلية بقيادة الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية هي محل تقدير وإشادة الجميع لمواقفهم وتضحياتهم من أجل الوطن الذي وضعوا مصلحته نصب الأعين والقانون قيمة عليا في كل الظروف. هذا وهنأ سموه خريج الأكاديمية متمنيا لهم التوفيق في تطبيق ما اكتسبوه من معارف وخبرات وتوظيفها بالصورة المثلى عند قيامهم بواجبهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدا سموه على أهمية أن يواصلوا تطوير أنفسهم بأن يقتدوا بالنماذج المشرفة التي رسخها من سبقهم وأن يجتهدوا ليواكبوا جميع المستجدات في حياتهم العملية المقبلة. وكان الحفل قد بدأ فور وصول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يرافقه نجلاه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، حيث كان في الاستقبال الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وكبار المسؤولين بالوزارة. الأكاديمية الملكية للشرطة، السلام الوطني، سلام. قف. Thank you.
سيدي، يشرفني بكل معاني الفخر والاعتزاز أن أرحب بمقدم سموكم الكريم في رحاب الأكاديمية الملكية للشرطة، وفي هذا اليوم المبارك الذي نحتفل فيه بتخريج الدفعة 9 من المرشحين الضباط، معبراً باسمي وباسم منتسبي وزارة الداخلية عن امتناننا وتقديرنا لرعاية سموكم الكريم ومواجهتكم الدائمة لرجال الأمن، والتي شكلت على الدوام الدافع لبذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء الواجب وتقديم التضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. وأود في هذا المقام أن أحمد المولى عز وجل على نجاح الفحوصات الطبية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المؤقر حفظه الله ورعاه، داعياً الله أن يديم على سموه الصحة والسعادة ويمد في عمره ويحفظه، إنه مجيب الدعاء. سيدي صاحب السمو الملكي، أستأذن سموكم الكريم بتوجيه كلمتي للخريجين. يطيب لي بداية أن أهنئكم وأن أبارك إلى أهلكم بمناسبة نجاحكم في اجتياز دورة المرشحين الضباط في الأكاديمية الملكية للشرطة وحصولكم على درجة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية، فهنيئاً لكم هذا الإنجاز الطيب. ولكن الجدير بالذكر فإن ما يميزكم والدورة الثامنة التي سبقتكم هو أنكم التحقتم بالخدمة الأمنية في عامي 2011 و2012، وذلك في عقاب الأحداث الأمنية التي مرت على البحرين، وكانت البلاد آنذاك تخرج من ضبابية تلك المرحلة، فقد جاء انضمامكم إلى الخدمة الأمنية بدافع الولاء والمواطنة والحماس لخدمة الوطن، وإني أحيي فيكم قراركم الوطني الصادق بالانضمام إلى صفوف الأمن. وفي هذا الإطار أيضاً فإن المؤشرات الطيبة التي نراها من خلال الإقبال الملحوظ للالتحاق بالخدمة في الأمن العام في السنوات اللاحقة لهو خير تعبير عن مدى الإحساس الوطني لدى شباب الوطن واستعدادهم لتحمل المسؤولية، إن ذلك ولا شك مبعث تقدير واعتزاز لدى الجميع. بعدها قام الخريجون بأداء القسم، ثم تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد بتكريم الأوائل منهم. Thank you.
وتشرف عدد من ضباط الدول الشقيقة ووزارات الداخلية والهيئة التعليمية في الأكاديمية الملكية للشرطة بالسلام على سموه حفظه الله، معربين عن شكرهم وتقديرهم لتفضل سموه برعاية هذا الحفل وتزويدهم بالتوجيهات التي تصب في الارتقاء بالعمل الأمني. بعدها غادر سموه بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم. عقب ذلك قام معالي وزير الداخلية بتسليم الشهادات للخريجين والذين تم تأهيلهم وفق أرقى المستويات العلمية والتدريبية، وكان من بينهم مبتعثون من الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية شقيقتين، وهنأ معاليه الخريجين بالانضمام إلى زملائهم من رجال الشرطة من أجل حفظ الأمن في كافة أنحاء الوطن، مشيدا بالنتائج الطيبة التي حققوها بما ينعكس على أدائهم الأمني، متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن.